مسلسلنا بيتكلم عن بنت بتتجوز من شخص غير مسؤول وبتشيل هي المسؤولية كلها لوحدها لحد ما بتعرف انها عندها كانسر، والمصيبة الأكبر ان جوزها بيخونها. لا، ومع مين؟ مع صديقة عمرها، وبيقتلوها كمان. لكن فجأة بتلاقي نفسها بترجع للحياة من تاني، وبترجع بالزمن 10 سنين لورا، وبتحاول تغير قدرها. بس علشان تنجح لازم تلاقي حد يشيل عنها مصايب قدرها دي. المسلسل حقيقي بيجنن. قبل ما نبدأ المسلسل ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت الجميل اللي هيكون قلبه أبيض زي قلبكم، ويلا بينا على طول نبدأ مسلسلنا. ولسه جي مع هيوك، وهي بتحاول تفهم منه هو عارف منين اللي حصل في المستقبل، وخصوصا في مستقبلها هي. فقال لها ان هو حضر جنازتها وان الكل كان ندمان على موتها. فضحكت وقالت له مستحيل، محدش كان زعلان عليا ابدا ولا حتى كان ندمان. قال لها تعالي نتكلم في مكان تاني لان الموضوع هياخد وقت طويل. وبياخدها وبيروح لبيته، وهي كانت خايفة جدا، ولكن اول ما شافت قطته جريت عليها. فقال لها هي ما بتحبش الناس، لكن عكس المعتاد قربت منها وحبتها جدا. فافتكر لحظة ما عمل الحادثة وقال لها تفتكر القدر هيتغير لو سبتي هوان وقطعتي علاقتك بسو؟ قالت له انا حاولت وفهمت ان ده مستحيل، مستحيل تهرب من قدرك، لكن اقدر ان انا انقله لحد تاني، بدليل ان كان عندي ندبة في ايدي واتنقلت لك انت لما جيت تنقذني بنفس الشكل بالظبط اللي كان عندي. فاتصدم وقال لها يعني لو ما كنتش انا اتأذيت كنت انت اتأذيتي؟ قالت له ايوه، مفيش مفر، جرح بجرح وجواز بجواز وموت بموت. وبيفتكر هما الاتنين لحظات موتهم، وبيفتكر ان هو بعد ما خلصت مراسم دفنها عربيته باظت ووقف في الطريق وهو كان متضايق، والدنيا كانت وقتها بتمطر. وفجأة لقى تاكسي والراجل بيقول له ان هو ما بيجيش المكان ده ابدا حتى لو حد كلمه، لكنه مش عارف ايه اللي جابه هنا دلوقتي. وبيكون ده بابا جي اللي هي كمان كانت معاه قبل كده قبل موتها، وبيقول له شكلك فقدت حاجة غالية عليك قوي. قال له متضايق جدا ان كان قدامي فرص كتير وما استغلتهاش، وحاسس جدا بالندم لاني كنت عايش ومن غير اي مشاعر، لكن لما ماتت حسيت قد ايه ان انا خسرتها. فقال له لو جاتلك فرصة تانية هتغتنمها؟ قال له للأسف مفيش فرصة. قال له ولنفرض يعني لو جاتلك فرصة حقيقية هتخسرها تاني؟ فبيفتكر كل الفرص اللي كانت فيها قدامه وقال له انا كنت غبي، كان ممكن احميها، لو جات لي فرصة تانية مش هضيعها ابدا. فضحك باباها. فبتسأله جي هو انت ازاي رجعت من المستقبل؟ فقال لها انا نمت وصحيت لقيت نفسي في 2013. وبيصحى تاني يوم على مكالمة من يون، وبيجري على الشركة بسرعة، وبيكون سكرتير جده موجود هناك، وبنعرف ان هو عارف بعلاقته بجي، وقاله ان هو المتحكم دلوقتي في كل القرارات اللي هياخدها من الفترة اللي جاية، ورفض يخليه يديها المشروع، وان هو بقى هو المسؤول عن المشروع اللي جاي، والمسؤولة اللي هتمسك المشروع من بعده هتكون يانغ. قال له ما حصلش حاجة بينا امبارح على فكرة، وهي ملهاش اي تأثير عليا في اختياري للمشروع. وسابه ومشي وراح للاجتماع وقال لهم ان رئيس المشروع هتكون يانغ وان باقي الفريق هيساعدها. وطبعا جي بتستغرب جدا وبتروح تقول له ازاي 3 مديرين يمسكوا المشروع كمساعدين؟ فقال لها انا عارف انا بعمل ايه، وسابها ومشي. وبيكون اختار الكل ما عدا اخته، فبتتضايق منه جدا ان هو كده هيطردها بره المشروع. وبيجيب هوان لسوا عصير فراولة وبيقول لها انهم هيروحوا ورشة عمل قريب، وهناك هيشوي لها لحمة وهيجيب لها عصير من ده كتير، وهيكون جنبها طول الوقت. فبتفرح زي الهبلة طبعا. وبيروح هيوك وهو متضايق لمكان بعيد، وبيفضل يفتكر كل الكلام وان مفيش مفر من القدر وان الموت بموت، وبيكون متضايق جدا ان هو هيموت وهيسيبها. وبعد كده بيروح لمطعم وبيكون الشيف هناك هو ينهو، فقال له انا لسه ماسك الشغل هنا جديد، خايف تكون جاي لي انا. لكنه فضل يشرب لحد ما سكر وبقى مش عارف هو بيقول ايه، ونام في المطعم كمان. وبنلاقي يون جاي علشان تصحيه، فقال لها يون هو انا اسف ان انا كلمتك بس رقمك كان اخر حد رن عليه. قالت له اه انا كلمته كتير جدا لانه رئيسي في الشغل، وبدل ما يخليني رئيسة المشروع اتخلى عني خالص، لكن غريب ان هو بيشرب بالشكل ده ودي اول مرة ليه، لا يكون وقع في الحب. وفضلت تضحك عليه، فبيفتكر ان هو سمع الضحكة دي قبل كده وهو بيكلم جي وقت حوار الكيك. فقال لها وانت تعرفي جي؟ قالت له ايه ده، هو انت الشيف اللي عمل الكيك ده؟ كان تحفة. وجي بقى بتحاول انها تتصل بهيوك لكن مش بيرد. وتاني يوم بيقوم هيوك وبيشرب، وبرضه جده بيكون متضايق منه وبيبعت له وبيقول له انا عارف ان انت اتخانقت مع علي، على الرغم ان هو ما قاليش حاجه، لكن يورا لسه بتكتب مقالات عن شركتنا. فقال له عارف ان ليك عيون كتير في الشركه لكني مش هتجوز يورا. قال له عمال تشرب ليل ونهار، انا اقدر على فكره اخصبك على اي حاجه انا عايزها حتى لو بقيت اكبر من كده، فحاول ان انت تصلح كل اللي بتبوظه ده.
او خليني حتى اقابلها. قال له انا حاسس بنفس احساسك، انت عايزني اكون سعيد في حياتي وانا عايزها تكون سعيدة في حياتها، علشان كده مش هقدر، وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل طول الوقت يفكر في موته بس، وبيكون شايف انه لو قرر يرتبط بيها مش هيخليها سعيدة، لكنه بيقرر انه مش هيتخلى عنها ولازم يحميها على الاقل. وبتروح جيلي الشغل بتلاقي الكل بيتكلم عن الاسهم اللي رفعت بطريقة رهيبة، فقال لها هو انت شايفة الاسهم اللي انا بعتها بسببك رفعت قد ايه؟ فراحت تبص واتصدمت من الارباح اللي كسبتها. وبيجي هوان ينده عليها وبيقول لها ان هو عايزه بره، فقامت علشان تروح له، لكن سو راحت لجهازها علشان تشوف هي كانت بتعمل ايه، وعرفت انها كسبت بالشكل ده في الاسهم وكانت هتتجنن وبتستغرب هي ليه لسه ما بعتش رغم انها عاليه بالطريقه دي، الا اذا كانت بقى عارفه انها هتعلى اكتر من كده وبتشتري هي كمان من نفس الاسهم زيها. اما هوان فبيكون عاوز منها فلوس علشان يقدر يخرج مع سو، فبيحاول يلف ويدور عليها وبيقول لها تعالي نخرج وكده. قالت له انا صرفت كل الفلوس اللي كانت معايا، فاتضايق جدا وقال لها صرفتيها في ايه؟ قالت له عملت بيها تأمين ومش هقدر ان انا اخد فلوسي الا بعد حوالي 10 سنين كده ولا حاجة، وهيكون وقتها زادت طبعا، فبيتعصب عليها وبيفضل يزعق لها وبيكون مفيش قدامه غير انه يبيع الاسهم بتاعت الشركة بتاعته التانية، لكنه بيكون خايف انها تعلى بعد كده. فهي بتفتكر ان الشركة دي هتقفلس قريب، فقالت له هو انت محتاج كام يعني؟ ممكن اقدر كده احاول اتصرف لك في اي فلوس. وهو كمان بيفرح جدا، وكمان هنخرج انا وانت وسو مع بعض. وطبعا هو ما بيصدق وبيخرجوا مع سو، وجي بتقول لهم انهم اقرب حد ليها وانهم من زمان يعرفوا بعض جدا، وبتكون متحسرة ان الخيانة بتيجي من القريب ليها بالشكل ده. في الوقت ده سو بتقول لها احنا مش بس اصحاب، ده احنا عيلة، فبتفتكر كلامها قبل ما تقتلها على طول. وبيقرب هوان ايده منها لكنها بتفتكر لما كان بيقتلها، فبتقوم وهي مخضوضة جدا، فبيتخضوا كلهم بيسألوها في ايه، قالت لا دي مجرد حشرة، فصرخت سو علشان خفت جدا. هو حاول ان هو يهديها، فافتكرت لما كانوا زمان مع بعض وكان بيعمل كده علشانها، فقالت له فاكر لما كنت بتعمل كده علشاني؟ فقال لها امتى ده؟ قالت له عموما انا مبسوطه جدا انك هنا علشان تحميها زي ما كنت بتحميني زمان. فبتتصل بيها يانغ وبتقوم بسرعه وبتسيبهم وتقول لهم عندي شغل، فقالوا لها هو انت هتفضلي مدمنه شغل كده لحد امتى؟ ده احنا في الاجازه. واصلا اللي كان بيكلمها في الوقت ده هو يون هو، وبيقول لها ان هو عايز يقابلها، فبتروح علشان تقابله وبتلاقيه جايب لها ورد، وهيوك بيشوفهم وبيتضايق جدا. فبتطلع لهيوك في المكتب بتاعه، فقال لها ايه اللي جابك يوم الاجازه؟ قالت له كنت في ميعاد مع هوان وسو وهربت منهم علشان اسيبهم سوا. فبيقعد معاها علشان يتكلموا عن الشغل، وقال لها انه من سنه 2021 كان فايته حاجتين. الحاجه الاولى ان كان في شركه معينه كانت معاهم وفجاه استقلوا كده، فهو كان عايز ياخد باله في الفتره اللي جايه هو ايه السبب اللي خلاهم يعملوا كده. اما الحاجه التانيه بقى فهو ليه جده كان عايزه يقرب منه جدا ويبقى سكرتيره هو كمان بدل ما يبقى سكرتير جده بس، لكنه لما بقى رئيس فجأة استقال لي، وهو برضه ما كانش فاهم هو عمل كده ليه. في كل الاحوال ليه مش مريح ابدا وصعب السيطرة عليه، وعشان كده انا ما خليتكيش تبقى رئيس المشروع علشان ما يحطكيش في دماغه، انا عايز اساعدك باي حاجة تطلبيها. اما مدير يون هو فبيقوله ان هيوك جه تاني، فبيطلع يقول له بقيت اشوفك كتير جدا. قال له بحاول اتعرف عليك، عايز اعرف انت ارض صلبة ولا لا. فقال له اتمنى تشرب بهدوء المرة دي، فقال له مش هشرب لان ورايا حاجات لازم اعملها، وبيسيبه وبيمشي. وين هو بيكون مستغرب منه جدا وبيكون مش عارف هو عايز ايه بالظبط. وتاني يوم بيجي هيوك وبيبلغهم في الشركة بميعاد ورشة العمل، وبتتضايق يون جدا انها مش هتروح معاهم، فجي بتقترح على يونغ انهم يخلوها هي اللي تجهزها بنفسها، وبتفرح جدا يون لما بيقولوا لها. وبتبدأ ورشة العمل وبيلعبوا لعبة علشان يوصلوا للأعلام المترقمة علشان يكسبوا أفضل مكان هيناموا فيه. وبتفتكر إن سو كانت دايما بتاخد أحلى حاجة لأن وقتها كان كيم بيساعدها، فبتيجي سو تقف مع جي علشان تسمع يون عانت العالم فين، وبيكون في البحيرة. فقالت لها لو كيم كان هنا كان ساعدني، ممكن اخلي هوان يساعدني؟ قالت لها عادي. فقالت لها اصل الامر بالنسبة لي مهم، وعلشان توصلي لحاجة انت نفسك فيها لازم تطلبي المساعدة علشان تاخدي اللي انت عايزاه، وانا ده دلوقتي هو اللي انا عايزاه. بتتمشى جي في الغابة وبتقول انت فعلا خدتي كل اللي انت عايزاه من 10 سنين، انا كمان لازم اخد اللي انا عايزاه دلوقتي. فبتقابل هيوك قدامها، فبتفتكر كل مرة واقف فيها جنبها وبيسألها لقيتي رقم واحد ولا لسه؟ قالت له انا هدور عليه.
قال لها اجيبهولك؟ قالت له هو في البحيرة. قال لها هجيبهولك. قالت له لا، خليني انا اكون صريحة معاك، انا متأكدة انك عايز تعمل اي حاجة علشان تساعدني، لكني اقدر اعمل كل حاجة لوحدي، انا قدها ما تقلقش عليا، بس خليك جنبي كصديق، وقت ما احتاجك في اي حاجة الاقيك موجود، خليني اعرف اثق فيك، انا وانت الوحيدين اللي بيعيشوا اللحظة مرتين. ومدت ايديها ليه وقالت له اتفقنا. فقرب منها وفتح هدومه وقال لها مش قلتيلي ان باباكي كان دايما بيرسم قلب على الفلوس؟ ووراها القلب اللي على صدره. فقالت له ازاي وليه؟ قال لها انا بدل باباكي، تقدري تخليني اساعدك في اي حاجة في اي وقت. قالت له خليني انا كمان اساعدك، انت عايز ايه علشان تكون سعيد في حياتك؟ وقالت له يعني انا مثلا هكون سعيدة جدا وانا بحاول استخدم قوتي. اما سو فبتشوف هوان وهو قاعد بيموت على نفسه علشان اخيرا قدر يوصل لرقم 5، وبتكون عايزة تأثر عليه وتستضعفه وتخليه يجيب لها رقم 1 من البحيرة. فجريت عليه وجرحت نفسها وعملت حوار علشان يتأثر، وبتطلب منه مساعدته، وقالت له ان هو في البحيرة ولو نزلت جرحها يا حرام هيتأثر اكتر. في الوقت ده كان خلاص جي نزلت اصلا للمية، ووصل هيوك للمعسكر وسمع يون بتقول ليانغ انها عرفت ان البحيرة دي فيها مكان غريق وكمان فيها طحالب، وقالت لها لازم بسرعة نروح هناك فقبل ما اي حد يتأذى بسببنا. وفي الوقت ده بتكون جي وقعت في المكان الغريق ده، لكن بيجي هيوك في الوقت المناسب وبينقذها، وبيزعق لها انها دايما بتاخد الطريق الصعب بنفسها ولا مرة بتفكر انها تطلب المساعدة من حد. فقالت انا مش زي سو، مين اللي صح انا ولا هي؟ انا لازم اعمل كل حاجة انا عايزاها بنفسي وما اعتمدش على اي حد. فبصلها وهو متأثر وحط ايده على وشها وقرب منها، وافتكر وهي بتسأله انت عايزني اساعدك ازاي؟ قال لها عايز اكون ارض صلبة ليكي وتكوني في امان وانتي معايا. فبتبص له وهي مصدومة. هو بتتمشى سو مع هوان للبحيرة وبيبص للسلسلة اللي هي لابساها وبيقول لها لايقة عليكي قوي. وبيوصلوا هما الاتنين للبحيرة وبيتفاجئوا ان في حد سبقهم وخد العلم، وسو طبعا كانت هتتجنن. وفي نفس الوقت ده جي كانت مع صحابها وكانوا بيهنوها انها فازت بالعلم رقم 1، وسألتهم هو يعني ايه حد يقول لي عاوز اكون ارض صلبة ليكي؟ فقالت لها لازم تسأليه هو بنفسه، لان اوقات العشاق بيقولوا كلام مش مفهوم، وكان وقتها فاكرين ان هو اللي قال لها كده. فبتفتكر انها زمان في الحياة التانية كانت فازت برقم 4 وده كان رقم خيمة، ووقتها هوان ما كانش عارف ينام وجالها وقال لها تعالي نتمشى لاني مش عارف انام هنا. فقالت ان المرة دي اللي هيكون في الخيمة اكيد هتكون سو، فيا ترى اللي هيحصل ما بينهم زي اللي حصل ما بيننا زمان؟ وهي طالعة بتقابل هيوك وبيقول لها اللي عملتيه كان خطر ومتهور. فقالت له انا عارفة ان انا مش هموت غرقانة، بس عارفة برضو ان عندي فرصة تانية، فانا لازم استغل الفرصة دي واعيش حياة مختلفة عن الحياة اللي عشتها قبل كده. فقال لها طب ما انك خدتي رقم 1 كده القدر اتغير ولا سو هتنام مكانك النهاردة؟ قالت له لسه مش عارفة، بس اللي عرفه ان انا سلفت هوان فلوس واشترى بيها سلسلة لسو، وعرفت ده لانه جاب لي نفس السلسلة في الحياة التانية. قال لها نفسها بالظبط؟ قالت له الاختلاف كان بسيط، هي نفسها فعلا بس اكبر شويتين، وواضح اني كنت اسهل بالنسبة له. فبص لها وهو متضايق. قالت له انا مش زعلانه، انا بساعده وبعمل كده علشان اهرب من وجودي معاه اصلا، انا كل اللي انا عايزاه دلوقتي اخلي سو تاخد رقم 4 علشان اقدر اجمعهم مع بعض. قال لها وانا هساعدك. فقالت له بالمناسبه انت كنت عايز تقول لي ايه وتكون ليا ايه؟ فبيسيبها وبيمشي. وبتقدر سو تاخد رقم 4 وبتحاول تشوف مين رقم 1، فبتشوف العلم في ايد جي، واصلا جي بتكون خايفه جدا ان حد ياخده منها وبتحاول انها تخبيه. فبتيجي سو من وراها وبتحاول تاخده منها، لكنها بتقوم وبتضربها وبتمسكها من شعرها وبتفضل هي تصرخ. قالت لها انت خضتيني، معرفش ان انت اصلا، والاسوره بتاعتي شبكت في شعرك ومش عارفه اطلعها، لكن بتكون هي اللي ماسكه شعرها عادي جدا، ربيها يا حبي. وبعد كده سابتها وقالت لها هو انت مجنونه ولا ايه؟ ازاي تعملي كده؟ ما كنتش ده هيحصل لو ما كنتيش انت حاولتي تاخدي حاجه مني. وبتسيبها وبتمشي، ولكنها بتستغرب قلقها الزيادة ده، وبترجع تاني لسو عشان تتكلم معاها فما بتلاقيهاش. فلسه هتمشي راحت جات سو من وراها وجابتها من شعرها ورمتها في الأرض وخدت منها رقم 1 ورمت لها رقم 4، وقالت لها الكل فخور بيكي ان انتي نزلتي المية، شوفي بقى حد يفتخر بيكي دلوقتي. وبيجي خلاص وقت الاعلان للفائز الاخير، وبنتفاجئ ان جي هي اللي معاها رقم 1، وسو بتكون هتموت من القهر وبتفتكر ان جي ضربتها واستلمت جي المفتاح، والكل بيسقف لها.
وراحت علشان تغسل ايديها لقت سو جاي وراها وقالت لها مبسوطه ان انت ضربتيني، انا ما بعرفش انام في اي مكان. قالت لها ولا انا. قالت لها لكن انت تقدري تنامي في الخيمه عادي. فمشيت وسابتها، فرشت عليها ميه وقالت لها بقيتي معايا كده ليه في الفتره الاخيره تحديدا، وبقيتي مش مدياني اي فرصه للفوز باي حاجه عموما. قالت لها لان حاجتي ملكي انا وبس. قالت لها وش معنى التغيير ده دلوقتي؟ انت زمان سلمتيني كل حاجة تملكيها وسمحتي لي اتعامل معاكي بالشكل اللي انا عايزاه، ما كانش فيه فرق ما بيننا وكان اي حاجة بحتاجها باخدها منك في اي وقت، بس انت بقيتي فظيعة. قالت لها لان انت بقيتي انانية، وانا عايز استقر واتجوز هوان وابدا عيلة جديدة، مش هفضل مرتبطة بيكي العمر كله. وبتمشي بقى وبتسيبها، لكنها بتعيط وبتروح لهيوك وبتحكي له اللي حصل وبتقول له انها متضايقه انها عملتها بالاسلوب ده، لكنها هي اللي بدات معاها كده. قال لها انت اللي طيبه بزياده، لكن اللي انت عملتيه هو الصح مش الغلط. فقالت اكيد سو مفكره ان انا بعملها كده بسبب هوان، وبالتالي لازم تنتقم مني وتاخده، وده المطلوب. وفعلا بتبتدي انها تجرجر فيه لحد ما بيروح لها عند الخيمه وبيقول لها ان هو عايز يتكلم معاها. فقالت له عرفت منين ان انا عايزه اتكلم معاك في الوقت ده تحديدا؟ وفعلا نجحت جي في انها تقربهم من بعض، وبتقف تشوفهم من بعيد وهو بيخونها، وهي بتعيط وبتفتكر كل اللي عملوه فيها، وبيروح يوكي يحط ايده على عينها علشان ما تشوفهاش وهم بالطريقه دي، وبياخدها وبيمشي بعيد، لكنها بتقع في الارض وبتنهار، وبيحاول ان هو يواسيها وبيقول لها تفكر في انها تنتصر عليهم وبس، وما تفكرش في الجرح اللي عمله لها، وبتنهار اكتر، لكنه بيهديها وبياخدها وبيتكلم معاها وبيقول لها تركز بس انها فازت عليهم النهارده وخلتهم يعملوا اللي هي عايزاه، وبيكون حاطط ايده على ايديها. فقالت له انا عمري ما حد لمس ايدي بكميه الحنان ده. فبيشيل ايده بسرعه. قالت له من وقت ما رجعت لسنه 2013 وانا كنت وحيده، لكن انا دلوقتي سعيده بوجودك في حياتي، شكرا ان انت معايا. قال لها انا حياتي كانت عامله زي الروايات اللي مكتوبه باتقان، لا فيها مشاكل ولا عقوبات، وانتي اللي خليتي حياتي معنى دلوقتي، فشكرا جدا ليكي ان انتي معايا. وبيمدلها ايده وبياخدها وبيمشي، وهي بتقوله انا هساعدك زي ما ساعدتني، بس خليك صريح معايا وتقولي محتاج ايه. قال لها انا قلتلك قبل كده ان انا هساعدك من غير اي مقابل. وتاني يوم بيجي هوان بكل بجاحه وبيقول لها نمتي في العربيه واستمتعتي بالنوم وسبت حبيبك مرمي في عز البرد. قالت له علشان كده جيت لك ومعايا دفايه لكني ما لقيتكش. قال لها اه انا كنت في الحمام. قالت له سو دلوقتي فين؟ قال لها انا هعرف منين صاحبتك فين؟ قالت له اصل حصل ما بيني وما بينها حوار امبارح والوضع ما بيننا مش احسن حاجه. في نفس اللحظه دي بتكون سو واقفه بعيد بتتابعهم من بكل حقد وغل، وبتيجي يانغ تسالها هو انت نمتي فين امبارح وما كنتيش في الخيمه؟ قالت لها شربت بزياده ونمت في مكان تاني. وبتفتكر لما كانت مع هوان وطلب منها انها ما تبلغش جي علشان ما تجرحش مشاعرها، وخصوصا انها صاحبتها المقربه، فبتخلي اللي حصل ما بينهم يكون سر والذكرى جميله وبس، لكنها بتتضايق من كلامه جدا. وعلى الاكل بيكون فهو بيتعامل مع جي بكل براءه ولا كانه عمل اي حاجه، وهي وراهم متابعه كل تصرفاته وهتموت من الغيظ. وجي وهيوك بيكونوا مستغربين هو ازاي سو وهوان مخبيين علاقتهم كده، يعني ده معناه ايه؟ ان هو عايز يكمل في جوازه من جي عادي وكده القدر ما تغيرش؟ لكن سو اصلا بتكون هتموت من الغل والحقد وبتشخبط على كل صورها. وبيروح هوان يحكي لصاحبه على اللي حصل وبيكون منشكح قوي، فقال له ازاي تعمل كده في صاحبة حبيبتك اصلا، وخصوصا ان هما الاتنين كمان بيشتغلوا معاك في مكان واحد، يعني مفيش مهرب منهم هما الاتنين. لكنه اول ما بيروح لشغله بيلاقي ان هو وسو بيتبعتوا لفعالية شغل بره الشركة خالص، لكنه بيتوتر اول ما بيعرف زي ما يكون خايف. وقبل ما يخرجوا سو بتيجي تدي جواب لجي وبتكون بتعتذر لها فيه وعايزه تبدا معاها من جديد. فبيجي هيوكو بيقعد معاها فورته الجواب وقالت له لما كنت شفت النهايه بعيني كنت صدقت الكلام ده. اما ينهو فبيفتكر لما كان هيوك عنده وكان سكران وفضل يتكلم عن جي وقد ايه هو بيغير عليها منه، وقال له بس واضح انك انت اللي هتفوز لانك انت اللي هتعيش بعد ال10 سنين. وسو بتحاول طول الوقت انها تلفت انتباه وان وهو اصلا واقع لوحده. وفي وقت اجتماع المشروع يانغ كانت مركزة جدا مع لي وراحت شكرته ان هو قدمها كرئيسة للمشروع، فقال لها انا شايف انك قد الثقة. وبتكون مستغربة من كلامه لان ليها ذكريات وحشة معاه جدا وانه دايما كان بيعقد لها في شغلها، الطيبة دي مش طيبة طبيعية بالنسبة لها.
اما سو وهوان فبيكونوا سايبين شغلهم وبيتكلموا عن انها عايزة يبقى معاها هي لوحدها، لكنه بيقول لها هعيش معاكم انتوا الاتنين، فبتتضايق منه. وفجأة بيجي له تليفون وبيكون في حد جاله حساسية من اكلهم، وبيزعقوا لهم ان ما كانش في اي لافتة تبلغهم ان في انواع معينة من الاكل ده تبقى ممنوعة لمرضى الحساسية. فبيفتكر ان سو كانت رايحة تجيبها من المخزن اصلا، وهو راح وراها واتلاقوا هناك مع بعض. فبياخده للمستشفى وبيعتذر له وبيدفع له تعويض وفاتورة المستشفى كمان، وبيقول لها لو وصل اي خبر للشركة هنروح في داهية. قالت له بس انت صرفت فلوس كتيرة جدا. قال لها معايا فلوس وكسبت كمان في الاسهم. وهوب بيسمع في الاخبار افلاس الشركة اللي بيستثمر فيها كل فلوسه، وان صاحب الشركة هرب بره البلد. وجي بتفرح فيه قوي، هو ده اللي كانت مستنياه من زمان اصلا. وبيشتكي هوان لجي وبيكون هيموت، فبيتصل بيها هيوك وبتعمل نفسها بتكلم يانغ، وبتمشي وبتقوله هو اخد كمان كارد لكن ما قاليش ولا حتى كان قال لي في العالم اللي قبل كده. في نفس الوقت ده كان سو مع هوان وبيقول لها ان القدر رفض ان هو يقربهم من بعض، وانه مضطر دلوقتي ان هو يتجوز جي. فقالت له المفروض ان انا اخلي اللي ما بيننا سر، عموما دي حياتك وانا مش هقف في طريق سعادتك. لكنه بيكون مش مرتاح لها ابدا ولا مرتاح للكلمتين دول عموما. هو بيروح يقعد مع جي وبيطلب منها الجواز، وطبعا بيعمل كده علشان يضمن انها تصرف عليه ويعتمد عليها. هو بتروح تحكي لهيوك اللي حصل ده، قال لها هو اناني. قالت له انا الاختياراتي كلها كانت غلط، فكنت وقتها بساعده وانا فاكره اننا هننجح سوا. وبتروح للمكان اللي كانت بتربي فيه القطه الصغيره وبتفتكرها وبتحكي له على القطه وانها كان نفسها تاخدها للبيت بس خافت عليها. وفي يوم القطه دي اختفت وندمت جدا انها ما خدتهاش وقتها. فقال لها تعرفي ان انا ما تقبلتش في الجيش بسبب حادثة عربية؟ وبيفتكر لحظة ما رمى نفسه قدام العربية علشان ينقذ القطة. وقتها القطة ما ماتتش، لكن هو رجليه اتكسرت، وبالتالي هو نفس القط اللي هو بيربيه في بيته. وبيقول لها كده وهي بتستغرب وبتكون مبسوطة جدا، وبياخدها وبيروح لبيته وبتلعب مع القطة، واداها رمز الباب بتاعه وقال لها تعالي اي وقت تحب ان انت تلعبي معاها فيه واهتمي بيها كمان. قالت له ان ده اول عيد ميلاد هيكون ليها بعد ما رجعت للحياة من تاني، والمفروض ان هوان في الفترة دي هيتقدم لها تاني في نفس يوم عيد الميلاد، لكنه قبل كده كان اتقدم لها بشكل بشع جدا، وهي مش عايزة تشوف المنظر ده للمرة التانية، لكنها مضطرة المرة دي انها تقبل منه الجواز. وليه بيقول الجد هيوك ان هو اشترى كمية طيارات رهيبة وهو مش عارف هيستخدمها في ايه، وبنعرف بقى ان هو اشتراهم علشان عيد ميلاد جي. لا ثواني، ايه ده؟ هو اللي بيتقدم لها وعمل لها كمان الحفلة؟ طب جاب منين كل الفلوس ده الكحيان؟ اها هيوك عزمها في بيته علشان ما يخليهاش تشوف المنظر المقزز اللي شافته قبل كده، وعمل لها الحفلة دي كلها على حسابه، وبتاخد الخاتم وبتقبل الجواز. وهيوك بيتمنى بس ان هو يساعدها، وهوان اصلا بيكون جايب الخاتم ده مزيف وخايف انها تعرفه. وسو بقى بتتوعد لهم ان فرحتهم دي مش هتتم كتير، وجي بتكون عارفة كل ده وعارفة انها تصمم اكتر انها تاخد هوان منها، وبتتمنى ان ده يحصل بسرعة جدا. وبس كده، كنت معاكم اي احمد، متنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في الحلقات اللي جاية. سلام.